عبد الجبار خليل شنشل شيخ جنرالات الجيش العراقي، ولد في مدينة الموصل عام 1920 لأسرة من عائلة البكري. يوصف بأنه من أقدم الجنرالات في التاريخ المعاصر وأطولهم خدمة، فقد تخرج من الكلية العسكرية الملكية العراقية عام 1940، ثم حصل على شهادة كلية الأركان وبقي في الخدمة حتى مطلع القرن الحادي والعشرين. ساهم عبد الجبار شنشل في كل حروب العراق والعرب في القرن العشرين، فقد كان مقاتلاً في حرب العراق ضد بريطانيا سنة 1941 وحرب فلسطين سنة 1948 وحرب تشرين سنة 1973 والحرب العراقية الإيرانية سنة 1980 وحرب الخليج الثانية سنة 1991. أصبح رئيساً لأركان الجيش العراقي عام 1970 ل14 عاماً، ثم صار وزير الدولة للشؤون العسكرية عام 1984 وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة، ثم أصبح وزيراً للدفاع عام 1989 قبل أن يعود وزيراً للشؤون العسكرية عام 1990. امتدت خدمة الفريق أول الركن عبد الجبار شنشل إلى نحو 65 عاماً، ساهم خلالها في تطوير القدرات العسكرية العراقية، فقد وسعت جيش من 6 فرق إلى 60 فرقة، كما شارك في تأسيس الكلية العسكرية الملكية الأردنية. أشرف خلال مسيرته على كتابة تاريخ العسكرية العراقية، ووضع الدراسات الخاصة بتطوير فن الحرب وقيادة المعارك والعمليات العسكرية. رحل الجنرال عبد الجبار شنشل في العاصمة الأردنية عمان عام 2014 عن عمر ناهز 94 عاماً، ودفن بمقبرة شهداء الجيش العراقي هناك.